صباح الخير يا خالتي. الله يسعد هالصباح. كيف حالك؟ ان شاء الله تكوني بخير. كيف انت والحمد؟ والله الحمد لله بخير. وين بشهر السلامة؟ في الشهر السادس يا خالتي. سلامة ان شاء الله. والله يا خالتي ان شاء الله زي العادة بالدولة في المستشفى، وسنتي راح يوصلني إذا ما بكيش في عندها أي شغل. أنا بحب يعني أنصحك، لعلنا بنتي سجلت في المستشفى وظلت بعدين لآخر لحظة منعونا، خليناش نمرض، وهي تشاوح وبدها تجيب تشاوح، ما حن علينا ولا مركنا، عودتها على البيت، جبت كابلة، الله هونها وجابت في البيت بكل احترام، وأنا بنصحك ديري بالك لا تطوليش على حالك. عزيزتي الأم الحامل، نظراً لظروف الاحتلال والإغلاقات، قومي بالترتيب المسبق مع قابلة محلية أو طبيب قريب من مكان سكنك لتضمني ولادة آمنة لك ولطفلك في حال عدم التمكن من الوصول إلى المستشفى.